القانون فوق الجميع، هذا ما اعتدنا على سماعه وقراءته منذ الصغر. أما هنا في نينوى فالقانون فوق الفقير، فمجمع زيونة لا يزال خاويا على عروشه، ولا يسمح لأهله بالسكن أو البناء بحجة التغيير الديموغرافي وعدم استكمال الأوراق الرسمية الخاصة به، رغم افتتاحه من قبل شخصيات من الحكومة المحلية في وقتها. والذي يثير العجب أن مجمعا سكني بدأ يشيد في أراضي أبعد من مجمع زيونة والاعتراض، كل هذا لأن أصحابه يتبعون شخصيات وزعماء كتل سياسية كبيرة من خارج المحافظة. لولا ما جمعيات فما نقدر نشتري المتر بمليونين، ما نقدر نشتريه. إيه فمناطق كبار يعني عتنبني بغير مكانات، ما حد يقول لهم ليش، ولا أحد يجي يمهم. مسؤولين كبار عتبني وعلى هذا ما حد ببالهم. بلدية الموصل تقول أن الحرب مستمرة بين الدولة والقانون من جهة، والفاسدين والمتنفذين من جهة أخرى، وإن تلك الشخصيات استغلت وضع المحافظة الهش بعد عمليات التحرير لتسيطر على مساحات واسعة من المدينة بطرق غير شرعية. جميع الأراضي الزراعية ما من الممكن السماح لهم بتحويل صنفها من زراعي إلى سكني، لكن ما نلاحظه هو قيامهم بعمليات التقطيع. ونحن كبلدية الموصل مع قائم مقامية قضاء الموصل في حرب مستمرة مع المتنفذين، مع الخارجين عن القانون. أما وجهة نظر عدد من نواب المحافظة في هذا الملف وأسبابه، فتم اختصارها بعبارة نينوى مسلوبة الإرادة، وما تزال تدار من خارجها عن طريق أدرع سياسية تواطأت مع تلك الكتل من أجل مصالحهم على حد قولهم. هناك جهات صراحة يعني فاسدة مسيطرة على محافظة نينوى، وتتقاسم كل شيء، تتقاسم الأموال، تتقاسم المناصب، تتقاسم يعني عن كل شيء بصراحة. هذه الرادة وقفة، وقفة حقيقية، وعلى النواب اللي تابعين لهذه القيادات اللي جاية تسيطر على محافظة نينوى وتتقاسم كل شيء أن يكون لها موقف. ونينوى أولا فعلا نينوى بحسب وزارة التخطيط تحتاج إلى 200,000 وحدة سكنية كي تستطيع أن تغطي عجزها السكاني، رقم يجعل الكثير يتساءل ماذا حل بمشروع توسعة المدينة 7 كيلومترات بجميع الاتجاهات. من الموصل، أحمد جفال، قناة دجلة الفضائية.